هكذا تواصلنا يستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نبدأ في انطلاقة جديدة وانطلاقة الأشواط المفتوحة. هذا هو الشوط الخامس أيضا هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هنا يأتي في هذا الانطلاق القوي والتحدي المثير خامس الأشواط الخاص هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام بالإبكار الإذاعة المحليات الأصايل. نسير هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هنا نأتي في هذه الانطلاقة، نأتي مع شعار راعي بنت صغان تواصل بالمركز الأول، ينطلق هنا مع مقدمة هذا الشوط ليأتي مع الذيبة محمد بن علي بن الحميدي المنصوري يتقدم، ينطلق إلى الصدارة الأولى، يسير إلى مقدمة هذا الشوط، يأتي مع المركز الأول قادم من ميدان الوثبة للمشاركة في هذا الشوط، بينما اللي في المركز الثاني ملوح المبارك بن محمد بن مسري الهاملي وصل على المركز الثاني. المركز الثالث يأتي في هذه اللحظات يتدخل هنا شعار أحمد بن رغش بن طبازة بن الدودة العامري ليقدم ويش يقدم مياسة في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق القوي، بينما هناك الدخول ايضا الاخر تاتي منصور محمد بن حمد بن فطيس المري ينطلق هناك مشاهدين الاعزاء مع هذا الشوط ومع منصوره تاتي على المركز الرابع المركز الخامس. الوصول في هذه اللحظات الانطلاق من حاشه محمد بن خليفه بن سعيد المسافري وصل على المركز الخامس المركز السادس، هذه جباره خليفه بن محمد بن مصبح الاكتبي وصل مع جبارة ليتواجد في هذا الشوط لينطلقون مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذا الانطلاق القوي. هناك همس عبد الله بخلفان بالدويس الشامسي يتواصل مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذا الانطلاق وفي هذه النجومية الرائعة في هذا الأداء الكبير والتحدي المثير مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هكذا تواصلنا هنا في يومنا الثالث في هذا المهرجان، من القادمة هنا المنطلقة هذه محبة عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي بدأ يقدم محبة تدخلت وخذت المركز السادس المركز السابع، همس لعبد الله بن خلفان بالدويس الشامسي المركز الثامن. أيضا تأتي في هذه اللحظات الانطلاق من اللي هي الشاهينية سهيل بن سالم بن دري الفلاحي وصل شعار الفلاحي أحد الشعارات الكبيرة والعملاقة في عالم الأصالة، يتدخل هنا شعار أيضا هنا سالم بدري الفلاحي يقدم هذه الانطلاقة يقدم انطلاقة الشاهينية. الوصول هنا من الشايبة حمد بن سعيد بن حمد بن حمرور يأتي على المركز التاسع المركز العاشر، هنا أيضا الوصول ديمة لناصر بن إسماع بن مصبح الكندي، هذه هي نتيجتنا للعشر المراكز الأولى. الذيبة وشعار راعي بن صغان شعار راعي هملول أحد بنوك الإنتاج الكبيرة يقدم محمد بن علي بن الحميدي المنصوري يقدم هذه النجومية يتقدم مع هذا الشوط يسير مع الذيبة يقدم الذيبة ولكن مياسة على المركز الثاني، مياسة على أيضا ثاني المراكز يقدم مياسة في هذا الانطلاق. أحمد بن رغش بن طبازة بن الدودة العامري المركز الثالث، أيضا تحديات جديدة ملوح المبارك بن محمد بن مسري الهاملي وصل على المركز الرابع أو المركز الثالث المركز الرابع. تأتي في هذه اللحظات محبة عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي والمركز الخامس في هذه اللحظات، أيضا قادمة المنطلقة منصورة لمحمد بن حمد بن فطيس المري يأتي هنا ليقدم محبة في هذا الشوط تأخذ المركز الخامس، تنطلق هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام همس على المركز السادس، وصلت همس عبد الله بن خلفان بدويس الشامسي هنا وصل بدويس وصل شعار بندري تقدم من مركز إلى آخر يبحث هنا عن نقطة ذهبية، سهيل بن سالم بدري الفلاحي يقدم الشاهينية يقدم انطلاقة الشاهينية ينطلق مع هذا الاسم القوي يسير أيضا ليبحث عن فوز وانتصار
والقادمة من حاشة لمحمد بن خليفة بن سعيد المسافر يوصل في هذه اللحظات، يصل مشاهدين الأعزاء على المركز الثامن، المركز التاسع. أول ندى هنا، أول ندى مهمة، سعيد بن عبد الله بن محمد بن منين الشامسي يأتي على المركز التاسع. المركز العاشر الشايبة حمد بن سعيد بن حمد بن حمرور العامري. هذه النتيجة العشر المراكز الأولى، أسماء قوية بعد العشر المراكز الأولية. هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة. أعود إلى منصورة، أعود إلى منصورة اللي غيرت، اللي خذت المركز الأول. أعود إلى مقدمة الشوط، هناك الثلاثية الذيبة ومياسة، وهنا أيضا شعار الخيالي الذي يقدم لنا انطلاقة محبة ثلاثية ولا أروع. هذه اللي غيرت مياسة، غيرت الصدارة الأولى مياسة، خذت المركز الأول. أحمد بن راشد بن طبازة ابن الدودة العامري يقدم مياسة على المركز الأول، محبة على المركز الثاني، محبة على الانطلاق الثاني. يأتي هنا عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي يتواصل مع المركز الثاني. المركز الثالث الديبة محمد بن علي بن الحميدي المنصوري. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هنا يأتي على ثاني المراكز. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، المركز الثالث، الوصول، الدخول، التحدي المثير. هنا مشاهدينا الأعزاء، هنا ما القادم أيضا والقادمة مهمة، سعيد بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي وصل في هذه اللحظات، يتقدم من خلال هذا الأداء الكبير، يتقدم من خلال هذه الانطلاقة القوية. مشاهدين الأعزاء من حاشة محمد بن خليفة سعيد المسافري، أيضا ينطلق المسافري مع هذا الشوط، يسير هنا مع المركز الخامس، ينطلق هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذا الأداء، في هذه النجومية الكبيرة، في هذا الانطلاق الرائع. القادمة هنا الشامخة لحمد بن سالم ابن ثعلوب الدرعي، وصل الدرعي أول لدى للشامخة، تأتي في المركز السادس. المركز السابع أيضا الواصلة من الزاوية الأخرى المتدخلة، الواصلة احتفال لسعيد بن سالم بلخن العفاري، وصل هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، يصل بهذه اللحظات ليتدخل من عمق الميدان. الوصول، الدخول من مصيحة عوض بن الصغير ابن عنوده العامري، وصل العامري، ولكن مياسة، مياسة على صدارة، مياسة على المركز الأول. هنا يتواجد أيضا مع هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، ينطلق مع المركز الأول أيضا محمد بن خليفة بن سعيد المسافري، يقدم أيضا من حاشة، من حاشة على المركز الأول، من حاشة على الصدارة الأولى، على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه هي من حاشة على مقدمة الشوط محمد بن خليفة بن سعيد المسافري، المسافري أيضا من يقدم هذه الانطلاقة، بينما محبة، محبة على المركز الثاني، محبة أيضا. هنا يأتي عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي يقدم محبة، ولكن غادر المسافري، غادر المسافري، وصل شعار العفاري ليقدم الشايبة حمد، أيضا ينطلق مع الشايبة، ينطلق مع أداها نجومية الكبيرة، احتفال سعيد بن سالم بالخن العفاري، يصل بهذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. همس لعبد الله بن خلفان بالدويس الشامسي، وصل شعار بالدويس، انطلق شعار بالدويس. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، لنا عودة إلى صدارة، لنا عودة إلى من حاشة، من حاشة على المركز الأول، من حاشة لمحمد خليفة بن سعيد المسافري على مقدمة هذا الشوط والمركز الأول من حاشة. ولكن من القادمة؟ احتفال، احتفال سعيد بن سالم بالخن العفاري، وصل على المركز الأول، ولكن من حاشة، من حاشة على مقدمة هذا الشوط. مشاهدينا الأعزاء متابعين متابعينا الكرام، تهانينا والناموس ايضا لمحمد بن خليفة بن سعيد المسافري، 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 يسافر ايضا الى بر الناموس. تهانينا والناموس. المركز الثاني، هذه احتفال سعيد بن سالم الخلف العفاري. المركز الثالث، وصلت هذه همس لعبد الله بن خلفان بالدويس الشامسي. والمركز الرابع، وصلت في محبه لعبيد بن خليفة بن عبيد الخيلي. المركز الخامس، كانت هناك مصيحه عوض بن الصغير بن عنود العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدينا الاعزاء. Let's go.
متابعين الكرام، الانطلاق القوي، التحدي المثير، لحظات أيضا العودة ولحظات الوصول والتوقيت الزمني الذي ذهب مع أيضا من حاشة لمحمد بن خليفة بن سعيد المسافري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لمالك من حاشة. هنا لقطات جميلة وإعادة بملخص هذا الشوط للتوقيت الزمني من خلال تواجد من حاشة. تهانينا والناموس أيضا لمالك محمد بن خليفة سعيد المسافري. لحظات الوصول بتسع دقائق هنا مشاهدينا الأعزاء، 17 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار هنا مشاهدينا الأعزاء. لحظات وصول من حاشة بالمركز الأول، المركز الثاني الوصول 9 دقائق 3 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن سالم الأخان العفاري على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث هناك همس عبد الله بن خلفان بالدويس الشامسي. تهانينا له الناموس 9 دقائق 20 ثانية، وفاء وتماما وكمالا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا كانت النتيجة مع خامس أشواطي هذا اليوم. هكذا أيضا سيارتنا الخامسة مشاهدينا الأعزاء تغادر مع من حاشة. تهانينا والناموس لمحمد بن خليفة بن سعيد المسافري، كما نذكر بانطلاقة المساء في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم.